التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الجزء الثاني من فرض المحروس رقم 2 بالنسبة لتلاميذة جدع مشترك، إذن تتكون نواة ذرة الألمنيوم AL من 27 نوية، وشحنة هذه النواة هي Q تساوي 2.08 في 10^18 كولومب. أولا حدد عدد البروتونات الموجود في نواة هذه الذرة، واستنتج عدد النوترونات. ثانيا اكتب التمثيل الرمزي لنواة هذه الذرة. ثالثا احسب كتلة ذرة الألمنيوم، مع العلم اننا نهمل كتلة الالكترونات. نعم. رابعا احسب ان عدد ذرات الألمنيوم الموجودة في عينة من الألمنيوم ذات الكتلة ام تساوي 27.2 جرام. خامسا اعطي البنية الالكترونية لذرة الألمنيوم، هل الطبقة الخارجية لهذه الذرة مشبعة؟ علل جوابك وحدد عدد الإلكترونات تكافؤ. مشيو الثانية الكبيرة، يتميز أيون الألمنيوم Al3+ ونواة ذرة الألمنيوم بنفس العدد الذري. نعم. إذن أولا حدد عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة من طرف ذرة الألمنيوم لينتج عنها عنها أيون الألمنيوم Al3+، يعني هذا الأيون Al3+. ثانيا اكتب البنية الإلكترونية للأيون Al3+. ثالثا احسب شحنة أيون الألمنيوم Al3+، نعطي إيه تساوي 1.6×10^19 كولوم. معطيات أعطونا هنا كتلة البروتون MP تساوي 1.67 عندك 26 × 10^27، إذن 6726 يعني 1.6726 في 10^27 كيلوغرام، و MN هي 1.6747 يعني في 10^27 كيلوغرام. إذن الوليدات وقفوا الفيديو، نجوا التمرين ونرجعوا للتصحيح. من طبيعة الحال حتى تعم الفائدة أكثر فأكثر، إذا الوليدات باش تستفد من التمرين لازم تفكر في هذه الأسئلة هذه ثم أنجزها ثم نعود إلى التصحيح. إذا الوليدات نعود إلى التصحيح، إذا أولا ذرة الألمنيوم بها 27 نوية، وشحنة هذه النواة هي كي تساوي 2.08×10^18 كولوم. إذن الوليدات النوية يعني 27 نوية، يعني أن A تساوي 27 يعني عدد النويات. إذن هذا العدد النويات بطبيعة الحال هو عدد البروتونات زائد عدد النوترونات. إذن في الحالة في هذه الحالة أعطيني شحنة هذه النواة. إذن النواة دائما شحنتها هي زائد زد فوا E، هذه شحنة النواة، هذه شحنة Q ديال النوايو. وما تنساوش أن هنا أعطاني أن Q تساوي ماذا؟ Q تساوي 2.08×10^18 كولوم. إذن أعطاها لي، أعطاني شحنة النواة. إذن الوليدات أنا أريد خاصني نوجد عدد البروتونات، دائما عدد البروتونات غتلاحظوا أن زد، إذن زد E، زد مضروبة في E كتساوي Q، وبالتالي فزد تساوي Q هاد شحنة النوايو يعني ديال النواة على E. E هي شحنة الابتدائية اللي كنعطيوها لكم هي 1.6×10^19، وبالتالي Q راه عطاها ليا هي 2.08. دائما الوليدات تحفظوا هاد العلاقة ضروري باش تخرجوا بها مثل هذه التمارين. إذن E راه هي 1.6×10^19، وندير الكالكيلاتريس ونحسب.
ديال الوليدات هي 2.08 في 10^18 على 1.6 في 10^19، نحسبها ونعود. إذن سنجد زيت تساوي 13. إذن هنا عدد البروتونات هو عدد، هو العدد زيد، يعني زيد فهو عدد الشحنات الموجبة، وهو أيضا عدد إلكترونات الذرة، ذرة الألمنيوم. إذن زيدها إحنا لقيناها زيد تساوي 13. إذن في نواة هذه الذرة إذن زيد، ثم استنتج عدد النوترونات. ما ننساش الوليدات A فهو عدد النويات هو 27، وكيساوي أيضا هو عدد البروتونات زائد عدد النوترونات. إذن عدد النوترونات في هذه الحالة الوليدات N كتساوي لي A ناقص 27، A ناقص زيد، هذه كتساوي لي 27، وزيد كتساوي 13. إذن سأجد 14. إذن 27 ناقص 13 هي 14. إذن N عدد النوترونات، إذن N تساوي 14 برضو، إذن عدد النوترونات. إذن سؤال 1-2 قال لي اعطي التمثيل الرمزي لنواة هذه لنواة هذه الذرة، يعني ذرة الألمنيوم. إذا الوليدات الألمنيوم، إذا سأكتب هكذا ذرة الألمنيوم، وهنا أعلى اليمين غنكتب هي A، A اللي كانت عندي راه هي 27، وهنا أسفل اليسار هو Z اللي كنكتبوه ب لدي 13. إذا هذا هو رمز هذه النواة، نواة ذرة الألمنيوم. إذا كنكتبو صفة عامة X A Z هكذا بالنسبة لجميع العناصر الكيميائية، إكس أ زد. إذن أ هي عدد نويات، زد هو عدد البروتونات. للوليدات هنايا 1-3 أحسب كتلة ذرة الألمنيوم، نهمل كتلة الإلكترونات. إذن الوليدات كما تعلمون أن كتلة ذرة الألمنيوم راهي كتلة النواة، يعني نواة الذرة زائد كتلة الإلكترونات. إذا الإلكترونات قلنا نهملها، يعني الكتلة سنقول أنها يعني مهملة أمام كتلة النواة. إذا كتلة الذرة تساوي كتلة نواتها. إذا في هذه الحالة هي كتلة البروتونات زائد كتلة النوترونات. إذا أول شيء لدي بروتونات ولدينا نوترونات، بطبيعة الحال هذه النوترونات متماثلة، يعني متشابهة لبعضها البعض، وكذلك النوترونات. إذا أردت كتابة كتلة البروتونات فهي كتلة بروتون واحد، هي MP، كتلة بروتون واحد مضروبة في عدد البروتونات، عدد البروتونات هو العدد زد، زائد ما نساوش تاني كتلة بروتون واحد راح عطينو لكم هي MN مضروبة في عدد النوترونات. إذن عدد النوترونات اللي كنعرفوها راه لقينا N هو كاتوف مثلا، أو أموان زد بصفة عامة، أنك تكلم على أموان زد بصفة عامة ديال أي ذرة. إذن بالنسبة لذرة الألمنيوم فإن في هذه الحالة M ديال الألمنيوم راه هي زد، يعني زد هي 14. إذن باردون زيد راه هي لقينا هي 13 فوا ام بي زائد 14 ديال يعني عدد النوترونات هو 14 مضروبة في ام ان، وعطينها ليا تقريبا. لاحظوا معايا ان ام بي و ام ان راهما كيتساواو تقريبا، ها هما 1.67، ام بي تا هو 1.67، نهملوا هذا العدد. إذا سنقول ان MN و MP كيتساواو، إذن هنا MP و MN كيتساواو، يعني أن يمكن كتابة 13 MP زائد 14. هاد MN غنحولها هي MP، لماذا؟ لأن كنعتبرو أن هادوك الأعداد تقريبا كيتساواو. إذن 1.67 والآخر تا هو 1.67 في 10^27 تقريبا. إذن في هاد الحالة إذن MP ممكن نعملو بها راه هي 13 زائد 14، ونحصل على ما نسميه بعدد النويات، وهو A بصفة عامة هو 27 فوا MP. إذن الوليدات نتوما مباشرة يقول لك كتلة ذرة الألمنيوم
كتلة ذرة الألمنيوم مباشرة هو أفوا إم بي بصفة عامة، أي ذرة أفوا إم بي يعني عدد النويات في كتلة نووية. كتلة نووية يعني إما بروتون أو نوترون، لأن كتلة البروتون والنوترون رغم كيتساواو. إذا إم بي وكنكتب إذا 27 مضروبة في 1.67 تقريبا في 10^27 كيلو جرام، وكنحسبها هكذا أحسبها وأجد كتلة ذرة الألمنيوم. بطبيعة الحال أهملو كندير غير جوج الأرقام وراء الفاصلة، هنا أنتم لاحظوا معايا 67 وهنا 67، ممكن ندير هاد جوج، ممكن ندير هاد ربعة، سي لا ميم شوز. إذا نهملو ثم سنجد العدد، إذا سنجد 45.09 × 10^27 كيلوغرام. إذا الوليدات ممكن تكتبها على شكل كتابة علمية، إذا هاد 45 ممكن تكتبها هي 4.509 × 10، بطبيعة الحال 10^26 كيلوغرام. إذا هذه كتلة ذرة الألمنيوم، كتلة ذرة واحدة من الألمنيوم. الوليدات هنايا غيسولني احسب ان عدد ذرات الالومنيوم موجوده في عينه من الالومنيوم ذات كتله. اذا عندي واحد العينه مثلا، هذه عينه من الالومنيوم فيها ذرات كثيره، اوكي، اذا هذه الذرات راه متماثله يعني متشابهه. اذا انا بغيت عدد الذرات، اذا عدد الذرات من طبيعه الحال هي كتله، اذا كتله عينه اعطاها لي هي 27.2 غرام. انا عندي كتلة مثلا كحبات، مثلا عندي كتلة، اذا عندي بزاف ديال الحبات، يعني عندنا هذا العدد الكبير جدا الذي سنجده. اذا عندي كتلة حبة واحدة وهاد الحبات كلهم كيتشابهوا بحال كاني غنعتبروا الذرة. اذا الا درت كتلة واحدة خاصني نضربها في ان ديال هذا عدد الحبات او عدد الذرات باش يعطيني هاد الكتلة هذه. اذا كتلة هذه العينة هي كتلة حبة واحدة مضروب في عدد الحبات. اذا في هذه الحالة غندير هاد غونت ان مضروب في كتلة اتوم واحدة يعني ذرة واحدة ديال الالومنيوم بطبيعة الحال، كيساوي ليا اذا كتلة ذرة واحدة مضروبة في عدد الذرات يساوي كتلة هذه العينة هي 27.2 غرام. وبالتالي فإن عدد الذرات بطبيعة الحال هو 27، غنقسموها على كتلة الذرة ديال ذرة الألمنيوم اللي وجدناها دابا. بطبيعة الحال عندنا هذه الفصيلة بالغرام، وما ننساش هذه راه حنا وجدناها بالكيلوغرام. إذا عندكم هي هذه، إذا لقينا 4.509 مضروبة في 10^26 كيلوغرام. إذن على 5.4 في 10^26 لوليدات هنا كيلوغرام. إذن كيلوغرام غنحولها للغرام الأحسن، إذن غنضرب في 10^3 لوليدات، لأن عندي بالكيلوغرام نضرب 10^3 غتولي بالغرام. إذن هنا ممكن نبسط الكتابة، هي 27.2 غرام على طبيعة الحال 10^26 في 10^3، إذا غتولي 10^23 إلى 4.509 ليس 6 في 10^23. طبيعة الحال غرام مع غرام غيمشي وغتبقى عندي العدد، إذا سأجد عددا كبيرا. إذا سأحسب فأجد تقريبا 6.03 × 10^23 طبيعة الحال ذرة، إذا هنا عدد الذرات. إذا واضحة الأمور ولدتي. إذا سأمر إلى خامسا، اعطي البنية الإلكترونية لذرة الألمنيوم، هل الطبقة الخارجية لهذه الذرة مشبعة؟ علل جوابك وحدد عدد
إلكترونات التكافؤ. إذا الوليدات هنا البنية الإلكترونية دائما أننا نوزع إلكترونات هذه الذرة على طبقات اللي كنعرفوها هي ك و ال و ام. إذا لدي زد، إذا أول حاجة لقينا زد بطبيعة الحال ديال الذرة هو ديال ذرة الألمنيوم هو 13. إذا سأوزع، إذا أول شيء هي ك 2 ال، دونك هذه الألمنيوم هكذا أكتب نقطتين، ك 2 ال 8 ام 3. إذا هذه هي التوزيع الإلكتروني لذرة الألمنيوم. بطبيعة الحال الطبقة الخارجية هي هاد ام، هي آخر طبقة اللي فيها ثلاثة الإلكترونات. إذا بطبيعة الحال الطبقة الخارجية ليست مشبعة، إذا من هنا يظهر لماذا، لأن فيها ثلاثة يجب أن تكون هناك بطبيعة الحال ثمانية، لأنها تخضع إلى القاعدة الثمانية. هل الجواب من طبيعة الحال هنا يظهر أن عدد الطبقات هي عدد الإلكترونات الموجودة في الطبقة هي ثلاثة، إذن هي تخضع إلى ما نسميه بالعلاقة الثمانية. إذن طبيعة الحال هي ستفقد هذه الثلاث إلكترونات لتصبح طبقتها المشبعة بثمانية، هذا ما نسميه بالعلاقة الثمانية. دونك سي لا ريغل دو أو القاعدة الثمانية بطبيعة الحال. إذن غتولي لي بحال النيو. دونك حدد عدد التكافؤ من طبيعة الحال، عدد إلكترونات التكافؤ. إذن هناك ثلاث إلكترونات. إذن نمشيو ثالثا، يتميز أيون الألمنيوم أل 3 بلس ونواة ذرة الألمنيوم بنفس العدد الذري. إذن من طبيعة الحال دائما لدينا أل 3 بلس، يعني هو الذرة عندما تفقد ثلاث إلكترونات ستصبح أيونا موجبا. إذا غادي تكون لي أل 3 بلس، بطبيعة الحال راه كيتميز بكا دو ال 8 هكذا. إذا هذا هو التوزيع الإلكتروني ديالو. ونواة ذرة الألمنيوم بنفس العدد الذري، نعم زيد. حدد عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة من طرف ذرة الألمنيوم ناتج عن هذا الأيون. عندنا بحال تكلمنا عليهم، إذا أولا، إذا تكلمنا على ثانيا كبيرة، إذا أولا عدد الإلكترونات هو ثلاث إلكترونات، إذا ستفقد، إذا هناك ثلاث إلكترونات مفقودة، تفقدها ذرة الألمنيوم مفقودة. إذا لتنتج أيون الألمنيوم أل 3 بلس، إذا هذا نوعه راه كاتيون، راكم كتعرفوا تنتج الوليدات، راه تكلمتو على الألمنيوم بزاف في تاسعة، يعني من السنة الماضية. إذا حدد لينتج عنها أيون الألمنيوم، نعم. اكتب البنية الإلكترونية للأيون. إذا هنا كتبت لكم البنية الإلكترونية مسبقا، إذا أل 3 بلس و ك 2 ال 8، لأن الذرة غتفقد ليها ثلاثة الإلكترونات الموجودين في الطبقة الخارجية. إذا ثانيا نحن تكلمنا عليها، دونك سي ك 2 ال 8 بكل. إذا الوليدات كنسرع شوية لأن الفيديو ما بغيتوش يكون طويل أكثر. إذا ثالثا، إذا حدد ثالثا احسب كي شحنة ايون الالمنيوم. اذا الوليدات شحنة الايون بطبيعة الحال كتلاحظوا ان ال 3 بلس، اذا شحنته، لاحظوا معي هنا عدد الشحن الموجبة، اذا كي راه كتساوي ليا هي زائد 3 او غادي نعوضها ب 1.6 × 10⁻¹. إذا فهي شحنته موجبة، فهو أيون نسميه بكاتيون. إذا كيتساوي ليا، إذا هنا لا ضربت غنلقى 4.8×10⁻¹ كولوم. إذا الوليدات هذا هو شحنة هذا الأيون. ثم صافي، هذا الشيء اللي تكلمنا عليه. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذا دمتم سالمين أعزائي التلاميذ، إذا نستسمح عن طول هذا الفيديو. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذا دمتم سالمين أعزائي التلاميذ، لا تنسونا من الدعاء.
من الدعاء ومشاركة الفيديو لأصدقائكم. إذا لا تنسونا أيضا من اللايكات والاشتراك بالقناة حتى تعم الفائدة وحتى نتقوى وندعم بكم. إذا السلام عليكم ورحمة الله.